السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ميس امور. مرحبا متتابعي ديال القناة. مازلنا معكم في هاشتاغ فتافيت رمضانية. هذا الهاشتاغ هذا اللي دخل فيه واحد المجموعة ديال اليوتيوبرزات من احسن اليوتيوبرزات اللي كاين، غيعطيوكم واحد اقتراحات، هما خداو هذه المسؤولية على العاتق ديالهم باش يقدموا لكم اقتراحات قبل العيد ان شاء الله يا ربي، سواء كانت حلويات ولا مملحات ولا تحليات، باش هكا يعطيكم واحد الفكره نهار العيد كيفاش تقدروا تزينوا الطاوله ديالكم بحاجات اللي هي متنوعه. نتمنى انكم تدخلوا تشوفوا الفيديوهات ديال الاخوات اللي في هذا الهاشتاغ هذا، اللي هما بصراحه دائما كياخذوا واحد المسؤوليه اللي هي كبيره. كل مره باختلاف المواضيع، المره هذه اخترنا هذا الموضوع هذا اللي عنده علاقه بالحلويات قبل العيد ان شاء الله يا ربي. غنخلي لكم الرابط ديال الفيديوهات ديال اليوتيوبرزات في صندوق الوصف، نتمنى انكم تدخلوا تشوفوا الفيديوهات ديالهم. انا متاكده ان كل وحده راهي عملت واحد المجهود كبير باش تقدم لكم حاجه اللي هي مختلفه، وحتى شي فيديو اللي نزيد ناكد لكم عليه، حتى فيديو في هذه المجموعه هذه ما كيشبه الفيديو اخر. شكون منا ما كيعرفش ديك المثل الزمني، المثل اللي قالوه جدودنا، حلي باش تولي. انا اليوم جبت لكم بالفعل واحد التحليه اللي غادي يجربها وغادي يذوقها، بالتاكيد غادي يرجع يشوف الفيديو باش يعاود نفس التحليه، ولا غادي يبارطاجي هذا الفيديو. هذا التحليه هذه نسميها هنا التحليه العجيبه ولا التحليه الحدث. المكون ديال الاساسي هو سكسو، حنا مسنسين سكسو ناكلوه مالح يعني كالعاده، لكن المره هذه جبت لكم هاد الوصفه اللي هي اول مره كتنزل على اليوتيوب. نتمنى انكم تجربوها، شوفوا يعني غير المنظر ديالها رائع. هاد الوصفه هذه جبت لكم كاقتراح ان شاء الله يا ربي، تحليه العيد بحول الله. نقدم لكم هاد التحليه هذه بكل حب بكل احترام بكل تقدير للناس اللي كتتبعني، الناس اللي كتساندني، وحتى للناس كما كنقول دائما اللي كتنتقدني. اخترت في هذا الفيديو هذا هاد الاغنيه ديال يونس ميغري، وشكون يعني ما سمعش هاد الاغنيه هذه في الطفوله ديالو، فيها بزاف ديال النوستالجي، بزاف ديال الذكريات، كتفكرنا بريحه البلاد، بالطفوله، بايام حلوه يعني دوزناها في وسط العائلات ديالنا. اذا تبعوا معايا الفيديو من بدايه حتى النهايه، غادي تستمتعوا بهذا الفيديو هذا، وغادي تستمتعوا اكثر بالتحليه. تلقوا بعد الفاصل. من شوقي وهو وقلبي علي نشبر دوايا. مرحبا بكم من جديد في المقادير والطريقة اللي غنشوفها من بعد هاد التحلية العجيبة اللي عاملة حالة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. هي راه كتجي بنينة، انا راني جربتها قبل ما نحطها لكم، جربتها وعجبتني بزاف، عليها بغيت نشاركها معكم. بالنسبة للمقادير راه هي ما كنتصورش ان شي دار ما فيهاش هاد المقادير هذه. سكسو غادي ناخد على حساب الكونتيتي اللي الواحد باغي يعمل. بغيتي تعمل كونتيتي كبيرة كتعمل بزاف ديال السكسو. انا بالنسبه لي عملت هنايا 3 ديال الكيسان ديال العنبه بتاع السكسو، واحد الفاني. هذا بالنسبه للتنسيم. التنسيم راه تقدروا تعملوا مثلا تنسموا بحاجه اخرى، مثلا بحال بالمذاق ديال البرتقال ولا ديال الليمون، كل واحد كيفاش يبغي ينسم.
انا غادي نعمل الفانيش، غادي نحتاج واحد البيضه، هذه النشا 2 معالق ونص ديال النشا، السكر يعني عملت غير 2 معالق كبارين ديال السكر البراون، هذاك السكر المارون. بالنسبه للسكر دائما نقول ان الواحد ماذا بينا نقص من السكريات، مش ضروري ان سميتها تحليه ننزل عليها بالسكر اللي الواحد تولي تضره اكثر من اللي غادي تنفعه. اذا ما عندكمش هذا السكر البراون هذا تقدروا تستعملوا السكر العادي. غير الواحد انا نصيحه مني ان الواحد ينقص من السكر، خصوصا ان كنشوفوا يعني الامراض اللي ولات في هاد السنين هذه الاخيره الاغلبيه السبب ديالها هو هاد الافراط في السكريات. عندي هنايا 1/2 لتر ديال الحليب، وهذه هي بعض الفواكه الجافه اللي غادي نزين بها الكوبات ديالي. اذا هذه هي المكونات ديال التحليه هذه العجيبه، كما كتشوفوا يعني سهله، ما فيها حتى شي حاجه اللي هي صعيبه. بالنسبه للكريم باتيسري اللي غادي نعمل، راه غادي نعمل فيها غير بيضه وحده، مساسين اننا في الكريم باتيسري نعملوا 4 ديال الصفار تاع البيضات، لكن هنا غادي نستعمل بيضه وحده مكموله هي اللي غادي نستعمل في الكريم باتيسري، وراه هي كتجي هائله، كتجي بنينه، ما كاينش شي فرق. اذا بقاو معايا باش غادي نمشيو ونشوفوا الطريقه. اول حاجه اللي غادي نعمل انني غادي ناخذ هذا السكسو هذا باش غادي نبخره. بالنسبه انا السكسو هذا اللي عندي سكسو دياري ديال العولة، ما كيطلبش مني بزاف يعني ديال الوقت باش يتفور، يعني تفويره وحده صافي كافيه بالنسبه لي. لكن بالنسبه للسكسو العادي يعني اللي كنشريوه، هذه خاصنا 3 ديال التفويرات، حيت بالنسبه لهاد التحليه السكسو خاصو يكون طايب مزيان، يعني يكون رطب ما يكونش حرش. دابا غادي نمشي انا نعمل السكسو هذا، غادي يتفور وغادي نرجعوا نشوفوا باقي الطريقه ديال التحليه. دابا غادي نشوفو كيفاش غادي نعملو الكريم باتيسري. اول حاجه غادي ناخدو داك 1/2 لتر ديال الحليب، غادي نكبوه هنايا في الكاسرونه، غادي نزيدو عليها الفاني، نضيفو السكر، البيضة هاهي غنعملو البيضة مكمولة، نحطوها هنايا وغادي نضيفو النشا، هادشي هدا كلو غادي نخلطوه مع بعضيته. صافي غادي ناخد هدا هو وغادي نبدا نخلط هاد الخليط هذا، لازمو يتخلط مزيان مزيان. من بعد ملي غادي نخلطو كلشي غادي يكون بارد عندنا، غادي نحطو على النار هادية ونبقاو نحركو. اللي بغا يحرك بهادي كيما عندي انا هاد السباتولا يحرك بيها، اللي ما بغاش يستعمل معلقة تاع اللوح، لا كل واحد كيفاش فين كيلقى راحتو. صافي انا دابا هكا نقدر نقولو صافي نسجمت هاد العناصر هادي كلها مع بعضيتها. غادي نهز هاد الكاسرونه وغادي نحط على العافيه، نحاول نعمل ان العافيه تكون هاديه، وغادي نرجعو نشوفو من بعد كيفاش غادي تكون الطريقه ديال الدريساج. السكسو راه هو عندي كيتفور. صافي نتلاقاو من بعد بعد الفاصل ان شاء الله. احبابي غياب وانا معاك.
اشبرت وايا